اذا السلام عليكم، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعشركم مبروكه وعيدكم مبارك في هذا مسبقا. اليوم اتواجد هنا بتفوغلت، ندير واحد الاطلاله نشوفوا الاجواء ديال تفوغلت في اواخر رمضان، هذا اليوم ديال 26 رمضان. اذا نجينا هنا لقيت حاليا مع السي البدوي. السي البدوي حياتي الشيخ الرحال، الله يحفظك، رجل طيب صراحة السي البدوي شيخ الرحالة. إذا أنا كنت هنا نصور في المقطع، وإذا بي تفاجأت مع السي البدوي كما كتشوفوا، هذا الجبل باقي منهار، وطحت مع حتى هذه المسألة ديال الجبل، وهو قال لك ودي كان من الضروري أنهم خصهم يديروا شي حيط هنايا، وهذا هو الأساس. انا خص ضروري يبنيو شي حيط هنايا باش ما يبقاش يهود هذا الطبقات ديال الصخور كما كتشوفوا، كاين فيها الطين كاين فيها الجير، يعني هذا من يتشبع بالماء راه كيهود، بمجرد ما طيحش حتى كميه كتشرب ديك التربه داك الحجر يشرب وكيبقى يطيحو بلايك بلايك بحال هكا كما كتشوف. اذا نتمنى ان شاء الله مور العيد يفتحوا هاد الطريق ويشوفوا كيفاش يديروا مع هذا الجبل هذا. اذا غادي ندخل ان شاء الله لتفوغلت، الجبل كامل هو ده. اذا نتمنى ان شاء الله التوفيق، استمروا معنا نوريكم الاجواء داخل في تفوغلت.
إذن هنا الأجواء هادئة، هنا بتفغلت الهدوء والسكينة. ندير واحد الدور مليح فوق. ندير جولة خفيفة هنا في محمية الأرض. هذا المتحف باقي هذا مغلق، المركز الإعلامي باقي هذا مغلق. بسبب طبيعة الحال منذ بداية الجائحة. أروي لا موجود هنا. راني صورته في الفيديو عندي وحده. إذا وصلت لهذا البلاصة لي تاع الجامع، راه مازال باقي كيتبنى. هذه دعوه إلى المحسنين المحسنات المساهمة في بناء هذا المشروع، بناء مسجد قباء. اللي بغى يساهم يساهم، المعلومات هي كلها هنا. المسجد كبير. كاين شي بلاصه تما؟ السلام عليكم، كلشي بخير؟ هنية؟ ايوا كي دير مالك من بعد؟ ها الراس؟ واش هاد؟ رد لي شي حاجة، واش مزيان؟ ونشوفو ان شاء الله مور العيد ان شاء الله، نديرو شي رحلة، الله يحفظك.